هنا القاهرة، هنا دور التاج الجمهورية الجديدة، هنا العاصمة الإدارية الجديدة. أهلاً بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بتخرج الدفعة 118 من الأكاديمية العسكرية وما يقابلها من أرقام دفعات من الكليات العسكرية المصرية، ويواكب ذلك أيضاً طبعاً احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها 51 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيفه الكريم سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. جدير بالذكر إنها أول دفعة تتخرج من مقر الأكاديمية الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة مصنع رجال. أنا أحدث حضراتكم الآن من ساحة الشعب، وهي إحدى أهم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة أنه اختيار ساحة الشعب لبدء هذه التغطية الخاصة له علاقة وثيقة بعظمة هذا الشعب منذ بدء الخليقة. أتمنى أن يشعر كل مصري بفخر عظيم وشديد، ليس فقط لبناء هذه المدينة العظيمة، ولكن لاحتفالنا في يوم واحد وبحدث واحد وبإصرارنا وبرجالنا ونصرنا وانتصاراتنا وحاضرنا ومستقبلنا، والأهم بإنسانيتنا.